جد نفسي كثير اكون حط قضنيه معي. ولو تخيلي نحن مقضينه مع حدا غيرك. هلا يوسف عزمني لإلي ولفرح بمطعم، بس نحن ما قبلنا. أنا دغري اعتذرت وما قبلت، إيه مش مثل كريستيان. ما حبيت دغري أقول له لا، عيب. ما كيف أسرع منك بقول لا بس عرفت إنه تخليه 120,000، ليك ما تبلش. شو بدك فيها؟ تخيلي مثلا أنا ومقضي نيو يير غير معك، قبريني أنت. الله ما أهضمكم، مش عم صدق إنه بعد 5 أيام بطل نقدر نقعد هيك قعدة سوا. هي مين قال لك أنت جيبي لنا فيزا ونكون صرنا عندك؟ نيالك يا مايا، نحن ما حدا عنا بالعائلة عنده لا جنسية ولا باسبور لا ولا بلد غير لبنان. عم بيعطونا فيزا إذا بدنا نبقى نروح ندوري؟ كنا عم نحكي على الأكل، ما بعرف شو وصلنا على الفيزا. طيب معجنات؟ لشو المعجنات؟ غاليين على الفاضي، وأنت شو بتهزيلها براسك؟ على فكرة جايز، ما راح خليكم تدفعوا ولا ألف، أنا حتكفى بكلش. دزينتين بيتزا، 2 سبانخ، 2 لحمة. وورق عيش؟ لا، ورق عنب. اوكي سوري ما انتبهت انه نزيت وبعتذر. مش الحال نحن بنعمله. انا كثير شاطر بلف ورق العريش. مره ساعدت امي، انا مش معقول حسستها اني بلف حشيش. فهمت يعني، بس الورق العريش ما بتلحسه بالاخر. هلا فهمت ليه ما خلتني كفي لف. ممكن نصرنا؟ ليكو انا عم بفكر اذا نطلب الاكل مسافه محل ايه؟ شو محل ده؟ بليز ما كم ساعات. وين هيدا؟ معقول ما بتعرفوا سمك مساعد؟ كتير مشهور، حكيوا عنه على التلفزيون من فترة، قال فوت كتير عالم على المستشفى. على قد صاحبه شكله بحب يقدم مساعدات، مشان هيك سميه سمك مساعد. لا اكيد لا خيره. شو ليش لا؟ شأنه ما بدنا نتسمم؟ شو قصد تسمم انت وياها كمان؟ اوكي بالاذن انا مضطريه وعم كان تليفون لانه شو؟ اوعى تكون انا صحت حدا فين؟ رفيقتي عزمي المقاطع اللي معها بالاسعاف وقلت لها جربتنا سوسو، فخليني دق لرفيقتي تما الاسعاف يصير بده مني اسعاف. هون في ما رح اقول لها جربتنا سوسو. يلا راجع. شوف قد ايه كان مبسوط وعم جرب يقنعني كمان ويفسر. بس عارف قد ايه صار لونه. لا نحن ما فينا نروح، رفيقتنا مسافره بعد 5 ايام نروح نسهر معها. انه شو بعمل اذا ما بقدر ادفع هالقد؟ شو خص حالي ما بتقدر؟ كل عمرك بس كنت قادر ما كنت تدفع. انت بخيل بتحب الليره، بلاك تحبها تراحت قيمتها. بس لكن خلينا نكون واضحين وصريحين بشغله، مين كمان حبته؟ لان نزلت لقيمته. انا ما بستعير من حدا وبروح بهدل حدا تاني. ايه لعن ابوكي واحد. روح انت يا شرموطة هلا. مايا شو بكي؟ ماشي شو ماشي اللي عم تبكيك؟ هلا بتقولوا اني بحب الدراما، بس انا انتم بتمنى يكون عندكم فيزا. مايا بليز ما تبكي. انت بتعرفوا انه بتورونتو بقى غير هون؟ يعني سنة الجاية فرح في عيد معكم من 8 لـ 12. ما بدي اروح على كندا. هونيك مش معقول امشي بالشارع واسمع اغاني فيروز، ولا حتى اذا نزلت اسهر رح يكون الناس عم يضحكوا على حد غير صباح. هونيك يمكن ما التقى بحدا بحب مثل شمسية وواجع الصوت. والأحد ما رح أنعزم على الدبولة وشرب عرق ونسمع أغاني مرحم بركة. شغلة بعيدة دي أغاني بلادي بلادي وزواتي وحليل الماضي دايما على بالي عايشين في خيالي يا حبايبي في وطني الخيالي.
يا زما عبالك تروحي بليز خليكي. خلص ما في اعمل شيء اصلا. شو بدي اعمل هون؟ انا مي انت بعد ما تسجلت برا يعني ما فيك تروحي على السفاره وتنتخبي. خليكي هون، نحن بحاجه لك هون، صوتك بيعمل فرق هون. ليش اوكي انتخابات حتغير شيء؟